next for Kadina Cox. She's already left under huge pressure to repeat. Now she's set her sights on Tokyo. And she'll do it again. انتوا وصلتوا. وصلتوا عشان ايمانكم بنفسكم وايماننا بيكم. ولما نحكي عن رحلتكم هنحكي قد ايه ما كانتش سهله. والنهارده هتقفوا قدام العالم كله وتشرفوا مصر. 53 بطل دلوقتي في طريقهم لباريس عشان يمثلوا مصر في بطوله العالم للقادرين باختلاف في 9 رياضات عالميه. ولسه في اكتر ممكن يتاهلوا. الأبطال دول هم وجهة مصر اللي بنتشرف بيهم وبندعمهم من كل مكان في العالم. النهاردة العالم بيستقبل أبطال مصر، والمفاجأة هي أن مصر هي اللي هتستضيف أبطال العالم في دورة الألعاب العالمية للإعاقات الذهنية في 2027. مصر بتدعم أبطالها وبتدعم الاختلاف في العالم كله، لأن مصر هي أقدم دولة تتحدى الظروف على مدى التاريخ وتكسر كل كلمة مستحيل.